لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي دي القعدة حلوة والنبي مع بنت مداح النبي. طب الدكتور عبد الحلاوي لو طلبت منها توجه رسالة لحد في انا اول حاجة بس هقولها للناس بمنتهى البساطة شيلوا الكراكيب. كراكيب نوضح بس الكراكيب ايه؟ انا في قصة مترجمة قريتها عجبتني قوي بعنوان الكراكيب. على فكرة انا بقرأ كتير قوي قصص مترجمة واحب اقراها لان عندهم فكرة يعني في قصة فرنسية. كان في قصة مثلا لا اعتقد الكاتبة النمساوية. كراكيب انت عملتيها في المقطم بعد كده كتبتي كراكيب. ده عملتي دعوة لشير الكراكيب في المقطم. ايوه شوفي يعني. ده في اللهم صلي على حضرة النبي لا مع جمعية اخرى. في كان قصة برضو لأرنست هيمنجواي جميلة قوي. طب الكراكيب ده تعب في حياته كلها عشان يصطاد. راجل عجوز نزل يصطاد لكن بعد السنين دي كلها ما خدش خبرة فالسمكة كبيرة فمش قادر يشيلها ففضل جاررها في المية لحد ما وصل الشاطئ كانت اتاكلت ورجع بالصنارة. واحنا كده هنخرج منها ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم. هنرجع بالصنارة من غير السمكة. طب الكراكيب كنت قصدة بيها ايه؟ احنا كل واحد فينا شايل كراكيب على دماغه. هي القصة لطيفة قوي. القصة بتلخيص كده رجل البيت مليان تحف وحواديت وكتب ومكاتب ومش عارف ايه فخرج لقى عمارة دخل لقى بيت فاضي. الله ارتاح قال بس انا هقعد هنا وقرر يتخلص من كل الكراكيب. بعد شوية قال لمراته انا لقيت شقة حلوة قوي تعالي. بدأت ايه ده مهم ده مهم ده مهم ده مهم لحد ما الكراكيب زحفت خنقته جواها راح خارج منها ورايح بيت القديم. تاني الكراكيب احنا كلنا شايلين كراكيب بلا داعي. يعني بص في المراية بانوراما حياة كل واحد فينا اعمل كده ايه فلاش باك زي ما بيقولوا هتلاقي شايلين اوجاع وزعل واحزان ودي زعلانة منها وده قهر. الشخص اللي زعلانة منه يا عيان يا مات يندثر يا يعني الحدوته خلصت. طب ايه الكراكيب دي كلها؟ ارفع شيل خففت الحمل. كراكيب تانيه الفنان ده اتجوز ولا طلق ولا عمل ولا سوى ولا صاحبي ده لعيب الكره ده اشتروه. طب انا مالي اشتروه ولا باعوه؟ فلانه اتجوزت ولا اتطلقت؟ مش دي كل حمل على دماغي؟ شيل شيل ارفع عن نفسك اخلص خلص روحك من كل هذه الكراكيب عشان لما تعمل رحلة في أعماقك توصل للفطرة الحقيقية تلاقي نفسك بتهتف وتقول الله يا نور النور بحق اسمك النور أخرجنا من الظلمات إلى النور. شيل الكراكيب دايماً.